السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. لكسس اي اس خليجي وارد البحرين، موديل 2023، لون جميل جدا، جنط مختلف وتصميمه جميل. صراحة اللون شدني بشكل جدا كبير، والجنط كذلك الأمر. أحس كذا في تناسق، في شيء غريب ما أدري. اللون يختلف مع أشعة الشمس، يختلف بدون أشعة الشمس، وبالليل كذلك الأمر. هذه حجمها 350، ما أدري إذا هي فل أوبشن كوارد بحريني، لكنه مواصفاتها حلوة الصدق، يعني للآن متضح لي. محرك 6 سلندر هنا 3.5 لتر، قرابة 300 حصان، وعزم دوران 356 نيوتن متر، مرتبطة ناقل حركة 8 سرعات، دفع أمامي. إنارة أمامية شبه فل LED بخلاف إنارة الفليشر، إنارة التفاف. حساسات أمامية عددها 4 بدون كاميرات محيطية، وما عليها رادار ولا عليها تنبيه خروج عن المسار، فعشان كذا يبدو لي أن الفئة هذه تعتبر فئة متوسطة. شوفوها من الجانب كيف مع اللون، صراحة جميلة. الجنط مختلف عن الوكيل المحلي، مكحل بطريقة غريبة وعجيبة صراحة. حجمه اللي هو تأكدكم منه 18 إنش، هذا هو. صراحة الجنط جميل صدق ينقال. فتحت ساق بانورامية، الكروم موجود كل مكان، ما يحتاج نتكلم عنه. صرفية هنا لتر واحد مشيها 13.6 كيلو، تقييم جيد. بنزين 1.90، هذه من زاوية أخرى. شوف كيف اللون، ما شاء الله تبارك الرحمن. جناح خلفي، 4 حساسات خلفية، كاميرا خلفية، كتابة الاي اس 350 مع كتابة اللكسز، إنارة خلفية فول ال اي دي بكل تأكيد، وفتحتين للعادم. الشنطة الخلفية يدوية وليست كهربائية على فكرة، بس كنظام ساعة طلعت بسرعة. هذه هي اكسسواراتها من وكيلها، زي ما تشوفون كيف يدوية. صراحة اللون غريب وعجيب، ما ادري اعطوني رايكم انتم. انا اشوفها غريب لانه بيكون اصدارات محدودة، يعني ما راح تكرر ممكن على مدار السنين الجاية. في ناس تشوفها شين، في ناس تشوفها حلو، انا اشوفها مميز. ما اقول لكم لا شين لا حلو، اشوفها مميز. اسمع اللمعة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يهني صاحب النصيب اللي بيشتريها. دخلها داخليا بالاحرى من الخلف، دخول الذكي. هذه هي، شوفوا كيف المقاعد، جلد الجملي، تخشيب هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعة هنا مفروض إنارة محيطية ولا أنا غلطان؟ أنا ما قد صورت لكسس اي اس في الليل، يعني بكثرة، صورت واحدة فقط زمان ما كان عليها إنارة محيطية. فعليا ما عرفت أتحكم فيها ولا أي شيء، بس ما أدري، الناس المستخدمة أكدونا. شوف التخشيب كيف، والتطريز أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن، والفورميكا كذلك الأمر. طبعا التخشيب موجود هنا أيضا، الـ USB Type C 12 فولت، تكييف، والتحكم فيه من هنا، كوب هولدر، ومن هنا توصل للساعة الخلفية. إنارة السقف جاية LED، فتحة سقف بانورامية، والسقف أيضا جاي جملي. كيف التخشيب، إبداع والله العظيم. طبعا أكيد فيها ستارة خلفية هنا، لكن جانبية ما فيها. لكسس يعني لها طابع مختلف دائما بين السيارات. عموما هذه من الأمام، ونروح نشرح مواصفات. الصراحة يعني حتى الريحة كداخلية للسيارة، كريحة جلد وخشاب وبلاستيك، لكسس دايم مميزة. نقاط عمياء، دخول ذكي، المقاعد الأمامية تحكم فيها كهربائيا، كذا وضعية مختلفة. حتى عندنا هنا الداعمة الموجودة هنا للأفخاذ، هنا عندنا التحكم في الزجاج، وثلاث ذاكرات لحفظ وضعية مقعد السائق. التخشيب الأكثر من روعة صراحة، سنتر لوك وغيرها من الأمور هذه من الداخل. طبعا السيارة كانت شغالة، بس قلت خلنا أطفيها وأرجع أشغلها. قول بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، فعليا أنا مبهرني التخشيب مع تنسيق اللون الداخلي تبارك الرحمن. عجلة القيادة التحكم فيها جاي كهربائي. هنا عندنا التحكم في الإنارة، علي من مساحة الزجاج، وش بعد؟ شوف مع بعض. طبعا طلع لكم المدى هنا قبل شوي على فكرة، أنه فيها بنزين، وممكن طلع لكم 9000 وحاجة، اللي هو هذا مو التريب ترى، هذا اللي أسلمكم اللي هو كان باقي على الصيانة حقت 10000. بس شلون أرجع أطلع على الحين من جديد؟ ما راح تطلع معي، أنا عارف الشيء وقت تحتاجه ما تحصله، وقت ما تحتاجه تحصله.
لأن السيارة فعليا أصفار. هنا التحكم في التراكشن، وضعيات القيادة، التخشيب أيضا موجود هنا كذلك الأمر. وش بعد يزيد؟ تبديل خلف المقود، ما فيها رادار ولا أي شيء، ثبت سرعة فقط مع حساسات وكاميرا خلفية. هنا مساحة تخزين، فتح الساعة خلفية، فتح خزان الوقود، فتح غطاء المحرك، والتحكم في مستوى الإنارة. هذا هو التريب، ماشي 12 كيلو السيارة فقط، باقي على موعد الصيانة 10,000 زي ما تشوفون، 9,922 كيلو. الساعة الشهيرة لليكسز، الشاشة الوسطية اللي تدعم كاربلي اندرويد اوتو وايرلس كتحديث جديد من لكسز، وابرز سيارات ايضا تويوتا الاخرى، لكن على لكسز اساسي الموضوع. النظام تلاحظون اختلف، صار نفس نظام اللكسز 23 اللي هو 22 الليكس الشايب الكبير، تمام. زر التنبيه الرباعي، فتح التكييف، تحكم في التكييف منفصل كدرجة حرارة بين الساق والراكب، زر التشغيل، شرانط الكتروني، تبريد المقاعد الامامية، والتحكم في الستار الخلفية. هنا تحت عندنا مساحة تخزين، وهنا ايش فيه، شوفوا كيف ترتيبها غريب صراحة، اليو اس بي والتايب سي، كوب هولدر، اوتو هولد، شاحن وايرلس، الماوس او التاتش باد اللي كان موجود هنا الغوه حيث نتحكم في الشاشة دايركت كتاتش. الجير 8 سرعات، عندنا هنا مسند وسطي فيه تايب سي ايضا 12 فولت. الحلو في الموضوع ان التايب سي بدا ينتشر صراحه، لانه خلاص يعني ما نحتاج اليو اس بي العادي بكثره. من الاعلى مراية تعتمد تلقائي، شمسات ومرايه واناره بكل تاكيد للساق للراكب، والتحكم في فتحه السقف البانوراميه بالاضافه الى اناره سقف LED تعمل باللمس. قفلها كلها بس، اي نعم. فهذه ككل من الداخل صراحه مواصفاتها حلوه، والاحلى من كل ذلك تناسق الالوان ولون وخامة التخشيبة المستخدمة عليها. هذه ككل، نكمل لكم بقية التفاصيل من خارج مع الإنارة ونختم الفيديو. كإنارة أمامية معروفة على لكسس اي اس والليل دي، بخلاف إنارة الفليشر كأمامية، وأيضا الفئات العليا فقط اللي تجي الليل دي، أما هنا تجي هيليجين كفليشر. صراحة أتمنى أنه أيضا تستبدل. هذه هي ككل كإنارة أمامية، ومن الخلف تجي فل الليل دي. هذه زي ما تشوفون امامكم الريوس بالضباب بكل شيء. ولا هنا وصلنا للنهايه، يعطيكم العافيه على المشاهده. بالنسبه لسعر السياره فهو حوالي 249 الف ريال شامل للضريبه. يعطيكم العافيه على المشاهده، لا تنسون تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم مقاطعنا اول باول، وايضا ضيفوني على بقيه حساباتي تيك توك، سناب شات، وانستغرام. اعطونا رايكم في اللون، في مواصفات السياره، كون انها وارد بحريني وليس وارد عبد اللطيف جميل. انا صراحه اشوفها مميزه من ناحيه لون ومواصفات، وايضا الجنط، جنط جدا مميز عن بقيه الفئات. يعطيكم العافيه على المشاهده وفي امان الله.